نعم ستي ياسمين، شلون بتغلط هيك غلطة؟ كيف بتستعمل هذا الدواء وهي بتتحسس منه؟ عن جد غريبة. ايه كيف وصف لها الدكتور؟ الدكتور لازم نرفع دعوة عليه. لا لو سمحت دكتور غلط ولازم يدفع ثمن إهماله وتقصيره، ما بيصير نتساهل معه أبدا. ياسمين ما ماتت من هذا الدواء يا انور بي. كيف؟ نهال خانم بس قلتي غير هيك مبارح. نهال شو اللي صار؟ معقول اللي سمعناه؟ ما حتقدر تهرب مني مالك، أنا بعرف كل أرقام تليفوناتك وكل عناوينك. أمل عم قلك حلي عني أحسن ما تندمي بكرة، خلص حلي عني بقى. هاي صعبة روحي. لا وليش صعبة؟ أنت شو بدك؟ قلت لك أنت دمرت حياتي ولهيك رح تدفع الثمن ونقدا. لا تجني أمل. لا بدي جن وفرجيك شو بيصير. على كل حال ما عاد عندي أي شيء حتى أخسره بعد ما فتت على السجن، والحياة مو مشكلة عندي، صارت مثل لعبة القمار، يا بربحها يا بخسرها، ومبين إني رح أربح. فريدة خانم ما تواخذيني، بس سمعت حديثكم من دون قصدي. شهرزاد خانم حتجيب لكم حفيد ما هيك؟ ايه مضبوط يا فردوس. قال انور شهرزاد حابين يجيبوا ولد. كثير منيح. خليهم يتجوز بسرعة، والله مشتهية اشوف ولادهم عم يفتحوا حوالي. ان شاء الله يا فريدة خانم بتعيشي وبتشوفي احفاد احفادك. ان شاء الله. ان شاء الله. فريدة خانم؟ لما يتزوج انور بيك تعرفي وين ناوي يسكن هو وست شهرزاد؟ شو قصدك يا فردوس؟ ليكون مزعوج من القعده معي بدك تروحي تسكني مع انور؟ استغفر الله فريده خانم، انا رح اسكن مطرح ما بتقولولي انت وانور بيك، ما عندي مشكله. ومستحيل اتخلى عنك يا فردوس، بصراحه انا كتير مرتاحه ومبسوطه منك. انا كل يلي بيهمني تكوني مرتاحه يا فريده خانم. شو قلت؟ ما سمعت منيح؟ عم تقلي في وحدة بدها منك مليون دولار ما هيك؟ ايه هلأ هي بتقول مليون دولار، انا بعرف انه هذا الرقم كتير كبير، بس هي بكرة بترضى بمئة الف. مئة الف دولار؟ ايه. ليش انت تعبان بهدول المصاري حتى تاخدهم؟ اوف امي. وانت شو عامل حتى تطلب منك هيك مبلغ؟ مالك احكي شو عامل معه؟ ليكون لك علاقة بقتل جوزة؟ امي انت شو صار لك؟ شو فكرتيني واحد مجنون؟ لكن ليش عم تطلب هالمبلغ هاد؟ يا ماما والله العظيم انا ما الي علاقه بهالقصه، اصلا هي طلعت من السجن لانه ما في ضدها اي دليل. مالك فاهمني شو القصه؟ ماما شو صار لك؟ عم اقول لك هي الحقيقه، انا ما دخلني بقتل زوجها، بس كنت معها بليله الحادث لما انقتل. مستحيل اعطي ولا قرش لهلا. ايه؟ خليني اتبهدل. مالك؟ انا مو فارقه معي النوت، لانه مو بس اسمي اللي رح يتبهدل بكره. تفهم يعني انك عم تبتزني ما هيك؟ لا ما عم ببتزك، ما بدي اي شيء. اذا طلعت وحكت بكره انا ما حتفرق معي منوب، بس ما تتضايقي، يعني بقصد لما بتشوفي صورتي بكره بصفحه الفضايح. بس مشان 100,000 دولار؟ شو ال 100,000 بالنسبه لإلنا؟ ما عم صدق انه الولد اللي ربيته يطلع منه هيك، عن جد يا حوانت التربايه فيك. يا عيب الشوم.